أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. أفاد مراسل حلب اليوم بأن قوات الأسد استهدفت بقذائف المدفعية والصواريخ قرى وبلدات كفر عمة وكفر نوران والوساطة وتقاد على محور ريف حلب الغربي. وأضاف مراسلنا أن قوات الأسد استهدفت أيضا قرى الفطيرة وبلدتي البارة وكن صفرة بريف إدلب الجنوبي في استمرار للتصعيد العسكري من قوات الأسد على شمال غرب سوريا. خرج العشرات من سائقي سيارات الشحن في وقفة احتجاجية قرب معبر باب السلام الحدودي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم من خلال تشغيل شاحناتهم في نقل البضائع من المعبر إلى مناطق شمال غرب سوريا. وخلال العام الحالي خرجت عدة وقفات طالبت خلالها أصحاب الشاحنات الحكومة السورية المؤقتة والجانب التركي بتوفير فرص عمل لهم بنقل البضائع داخل المعبر. قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن الدبابات الإسرائيلية وقناصة الاحتلال يواصلون حصار مجمع الشفاء الطبي الذي تتواجد داخله ومحيطه عشرات العوائل. وأضاف المدير العام لوزارة الصحة أن هناك عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء لا يمكن دفنها، في حين توفي عشرات المرضى غالبيتهم من الأطفال نتيجة توقف المستشفى عن الخدمة. نقلت وسائل إعلامية عن مسؤول بالبنتاغون إنه قتل نحو 7 مقاتلين موالين لإيران في موقع قصفته الطائرات الأمريكية شرق سوريا فجر اليوم الاثنين. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي إن قوات بلاده نفذت ضربات ضد موقعين للحرس الثوري الإيراني بهدف تقويض المجموعات المسؤولة عن الاعتداءات بحق القوات الأمريكية في سوريا والعراق. أفاد مراسل حلب اليوم أن أسعار الألبسة المستعملة أو ما تعرف بالبالة ارتفعت بشكل ملحوظ في بلدة ريف دمشق مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الألبسة الشتوية. وأوضح مراسلنا أن أسعار الألبسة المستعملة باتت خارج القدرة الشرائية للأهالي الذين كانوا يحتالون في معيشتهم ويستبدلون الألبسة الجديدة بالألبسة المستعملة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.